كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة الذين نقلوا لجلالته تحيات قادة دولهم وأطيب تمنياتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها بالخير والمسرات، وأعربوا عن تقديرهم لجهود جلالته الرائدة في ترسيخ علاقات البحرين مع بلدانهم والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك. وقد رحب صاحب الجلالة بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وتبادل معهم التهاني والتبريكات، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ببلدانهم. وأعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي وصلوا بذلها السفراء لتطوير وتنمية مجالات التعاون بين مملكة البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة في ظل الحرص المتبادل على تحقيق كافة الأهداف والتطلعات المشتركة.